فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تصح الصلاة خلف من ظاهره عدم الاستقامة كان يسبل مثلا؟ لا، ما يجوز هذا، لا تصح الصلاة خلف المسبل ولا خلف من يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ما تصح الصلاة خلفه لأنه فاسق، مرتكب الكبيرة فاسق. نعم، عند هذا عند الاختيار، يعني ما يختار للإمامة من هذه الصفة. أما لو جيت والناس يصلون صل معهم ولو كان الإمام مسبل، صل معهم ولا تترك الجماعة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.